يسعدني ان يكون معايا الجميله المتالقه دائما علا رامي، بقول لك منوره الدنيا كلها. اهلا بيك، اهلا وسهلا. النهارده حريصه على انك تشوفي فيلم مهم الحقيقه كلنا بنحتفي بيه النهارده. ما كانش ليا الحظ ان انا احضره في مهرجان اسكندريه، وكان عندي مسرح فاللي هو ما قدرتش، وكنت معزومه بس ما اعتذرت. والنهارده المؤلف يعني اتصل بيا سامح وقال لي احنا عاملين عرض خاص للفيلم يلا. قلت له يا ريت، ده انا بتمنى. فطبعا جاي اتفرج. توقعاتك ايه للفيلم، وخاصة ان احنا بنفتقد الاعمال التاريخية والدينية اللي من النوع ده؟ لسه هشوف. بس عارفة ان هو فيلم تاريخي بيأرخ مرحلة مهمة في من تاريخنا يعني، وهتفرج. لسه مانيش عارفة طبعا. الأستاذ سمير سيف مخرج جميل، وأكيد هيعمل حاجة كويسة.